طيب، وزارة الزراعة أعلنت النهاردة عن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان. الخبر ده مهم جدا، ليه بقى؟ لأن الصين بتعتبر أحد أهم الأسواق اللي كان هناك اهتمام بدراستها نظرا لارتفاع الكثافة طبعا السكانية وزيادة معدل الاستيراد منها من الخضار والفاكهة المصرية الطازة جدا واللي بتتميز عن أي دولة تانية. الرمان تحديدا بيعتبر من أهم الصادرات الزراعية المصرية الطازة واللي بيتم تصديرها سنويا بما يزيد عن 100,000 طن بشكل كده دوري سنوي. طيب، معانا الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي. يا دكتور أحمد، تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. دكتور أحمد، حضرتك سامعني كويس؟ أهلا وسهلا بحضرتك، ولو تكلمنا عن أهمية الخطوة دي، فتح السوق الصيني أمام الصادرات المصرية. طبعا اي سوق جديد بيتم فتحه امام صادراتنا الزراعيه ده بيمثل زياده في حجم الصادرات الزراعيه المصريه، وايضا بيمثل زياده ثقه في سمعه المنتج المصري، وطبعا ده بينعكس بالايجاب على صادراتنا لكل دول العالم. الصين احد الدول اللي لديها منظومه حجريه قويه جدا، نظام حجر زراعي قوي جدا على مستوى العالم، ومش سهل ابدا اختراقه او فتح السوق بتاعه. احنا بقى لنا اكثر من 3 سنين بنتفاوض مع الصين عشان نفتح سوق الرمان المصري. المفاوضات دي على مستوى فني رفيع، ومناقشات ومفاوضات فنيه وتبادل معلومات وتبادل بيانات فنيه واجراءات فنيه، وطبعا انتهت بزياره من وفد حجري من الحجر الزراعي الصيني زار مصر عشان يطمئن ويطلع على المنظومه الرقابيه اللي بيقوم بها الحجر الزراعي المصري عشان يتاكد ان احنا قادرين على تنفيذ اشتراطات الحجر الصيني. فطبعا لما بنعمل كل ده وفي الاخر بنفتح السوق باشتراطات معينه، ده بينعكس بالايجاب على سمعه الصادرات الزراعيه المصريه في كل دول العالم. نيجي نقول مثلا فتحنا سوق الصين، فتحنا سوق اليابان، فتحنا استراليا، فتحنا نيوزيلندا، فتحنا امريكا، فتحنا كندا، فتحنا الاتحاد الاوروبي او دول الاتحاد الاوروبي. الدول القويه دي اللي عندها انظمه حجريه، لما بنفتح الاسواق بتاعتها ده بينعكس بالايجاب على سمعه صادراتنا للدول الاخرى، مش بس الدوله اللي احنا بنفتحها صدرنا لها كميه قد ايه، لا احنا بنصدر لها هي، طبعا هي بتمثل لنا زياده في الصادرات مباشره، بالاضافه انها بتمثل زياده غير مباشره بتتمثل في ثقه العالم في المنتج الزراعي المصري او المنتج التصديري المصري. طيب، اهم الصادرات ايه بخلاف الرمان، وليه الرمان مهم وباقي الثمرات الاخرى برضو؟ طبعا الرمان من اهم الصادرات الزراعيه المصريه في مجال الفاكهه. فطبعا عندنا اهم الصادرات المصريه هو الموالح، واحنا في الحمد لله في الموالح بنصدر ما يزيد عن 1,800,000 طن في السنه، واحنا احتلينا المركز الاول عالميا في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي بعد 2019 و20 و21، هو احتلينا هذا المركز الاول وتخطينا اسبانيا. المركز الاول عالميا في تصدير الموالح. ايوه يا فندم، احنا بنصدر لكل الاسواق يعني، او يعني معظم الاسواق. بالكميات يعني احنا بنصدر 1,800,000 طن كل سنويا، وده للعام الثالث على التوالي. السنه دي بهذا الرقم احتلينا المركز الاول عالميا في تصدير البرتقال تحديدا، وتخطينا اسبانيا، وتخطينا جنوب افريقيا، وتخطينا امريكا، وتخطينا البرازيل اللي هي اكبر دول بتنتج وبتصدر برتقان على مستوى العالم. احنا تخطيناهم للعام الثالث على التوالي 2019 و2020 و2021. الرمان بقى، الرمان احنا من ضمن المحاصيل الهامه اللي بنصدرها، واحنا بنصدر ما يزيد عن 100,000 طن سنويا من الرمان، وطبعا ده يعتبر احد اهم المحاصيل التصديريه في الفاكهه. بنصدر عنب برضو من ضمن المحاصيل الهامه للفاكهه، بنصدر حوالي 130 او 140 الف طن عنب. بنصدر فراوله من احد اهم المحاصيل الفاكهه برضو، او الخضر اللي هي الطازجه اللي بنصدرها. بنصدر طبعا بصل، بنصدر بطاطس، بنصدر ثوم، دي محاصيل خضار مهمه جدا في صادراتنا الزراعيه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي على كل هذه المعلومات والحقائق المهمة جدا لحضرتك وضحتها بالنسبة للصادرات الزراعية في مصر.